بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة ممثلي الجمعيات الشبانية، سيدات والسادة الإطارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بجميع الجمعيات الشبانية الحاضرة معنا اليوم من مختلف ربوع الوطن، وبالرغم من مشقة السفر، في إطار سلسلة المشاورات التي اعتزمنا تنظيمها حول المخطط الوطني للشباب، راجيا منكم تبليغ تحياتي ومشاعر مودتي لشبابنا الذين أبت الظروف الصحية أن يشاركون هذه المناسبة، وهو ذات الظرف الصحي الذي اقتضى تنظيم هذه المشاورات بدفعات متتالية لإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب والجمعيات الشبانية. في هذه اللحظات تعتريني مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لجيلكم أنتم شباب الجزائر، الذي برهن في الأوقات العادية كما في مختلف الأزمات على حس عال من المسؤولية والوطنية، كيف لا، والشباب قد تمكن ببراعة وبذكاء أبهر العالم من الانتقال بالجزائر إلى عهد جديد، وأبان عن قدرة هائلة على التعامل مع الأزمة الصحية، لينال بذلك وعن جدارة واستحقاق صفة الشريك الكامل في المسار الحيوي لتشييد الجمهورية الجديدة. وقد آن الأوان الآن لتجاوز تلك الصور النمطية التي تنتقص من أهلية الشباب ومن قدرتهم على المساهمة بشكل فعال في تصور وتنفيذ السياسات العمومية الكفيلة بمواجهة التحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، وهي قناعة راسخة تحملني على أن أجدد استعدادي الكامل الذي أعربت عنه في أكثر من مرة على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب بوصفه محرك الجزائر الجديدة، لنمضي سويا إن شاء الله نحو مستقبل واعد. وفي نفس السياق، وإيمانا مني بأن كل عمل من أجل الشباب دون إشراك الشباب فهو ضد الشباب، بات من حكم الواجب علي دعوتكم للمشاركة في تصور المخطط الوطني للشباب منذ اللبنات الأولى لصياغته إلى غاية وضعه حيث التنفيذ. ونحن نعيش اليوم على وقع نقاش ثري وبناء حول مشروع التعديل الدستوري، فإننا على ثقة تامة بأن المقاربة التشاركية التي تجمعنا اليوم وستجمعنا في مناسبات أخرى لاحقة تتوافق تماما مع عملية إثراء مسودة الدستور التي تنص صراحة ولأول مرة على التزام الدولة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية. ومن هذا المنطلق، فإن المخطط الوطني للشباب الذي نحن بصدد إعداده يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أولاً، الولوج بالشباب لمشاركة حقيقية في الحياة العامة وإدماجه فعلياً في تسيير الشؤون العمومية وتعبئته في مسار التنمية الشاملة، بالإضافة إلى ترقية قيم الوطنية وتعزيز روح المواطنة وتشجيع العمل التطوعي والنشاط الجمعوي. ثانيا، ولضمان اقتران القول بالفعل من أجل ترجمة مبدأ المشاركة، سنعمل على إدراج الشباب ليس فقط في تنفيذ المخطط، وإنما في جميع مراحل تصوره وإعداده وصياغته، ليكون عن حق مخطط بالشباب وللشباب، محيطاً وملماً بانشغالاتهم
وكفيلا لتطلعاتهم وأهدافهم. ولغرض تجسيد هذا المسعى جعلنا من تأسيس شراكة شاملة ومتكاملة مع الحركة الجمعوية الشبانية على رأس أولوياتنا، وذلك بالاعتماد على ثلاث آليات رئيسية. أولا، المساهمة في مسار تفعيل المجلس الأعلى للشباب كإطار دائم للتشاور والتنسيق والحوار ومشاركة الشباب في اقتراح السياسات والتدابير العمومية الخاصة بهم ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ثانيا، إشراك الحركة الجمعوية الشبانية في تسيير دور الشباب كخطوة أولى من شأنها دعم جمعيات الشباب بمنحها فضاءات لنشاطها وإصلاح إدارة هذه المؤسسات باستبدال تدريجي لنمط تسييرها الإداري بنمط عصري وتشاركي مع الشباب. وبهذا الخصوص لا يفوتني أن أشير إلى تجربة دار الشباب الافتراضية التي فرضها الوضع الصحي، لأنها تزيدنا قناعة بأن النمط تغيير نمط تسيير دور الشباب ممكن وضروري. ثالثا، اعتماد مقاربة للتشاور والتنسيق المستمر مع الشباب عن طريق فتح عدة قنوات للحوار، من بينها المنتدى الرقمي للشباب الجزائري الأول من نوعه، والذي بالرغم من طابعه الافتراضي الذي فرضته ظروف الحجر الصحي إلى أنه أصبح آلية نوعية للتواصل مع الشباب في إطار سلسلة من المشاورات الموضوعاتية الهامة بإشراك شباب من كافة ربوع الوطن ومن جاليتنا بالخارج. وبهذا الخصوص فإننا نعتزم العمل على تطوير هذا المنتدى واستغلاله بالشكل الأمثل حتى بعد رفع الحجر الصحي من أجل تمكين الشباب وترقية الحركة الجمعوية الشبانية. إننا اليوم وبصدد استلام وثيقة اقتراحات عينة من الجمعيات الشبانية التي تنشط في كل ربوع الوطن بعد مسار دؤوب من التنسيق والمشاورة، نقف في الحقيقة على تفعيل إحدى أبرز آليات المقاربة التشاركية التي بدأنا نلمس ثمارها من خلال التجاوب الكبير للشباب، حاملين مقترحات بناءة وآراء خلاقة تعكس درجة الوعي التي وصل إليها شبابنا اليوم. أخيرا، وعلى أمل اللقاء بكم في مناسبات قريبة لاحقة، فإنني أجدد لكم استعدادي الكامل للعمل معكم يدا بيد على تعزيز الشراكة التي تجمعنا كخطوة ملموسة لاستعادة الثقة المفقودة بين الشباب ومؤسسات الدولة والارتقاء بهم إلى مصاف الشريك الحقيقي في بناء الجمهورية الجديدة. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نعيش اليوم نقطة تحول في تاريخ وطننا العزيز، نقطة تحول أثارها الحراك الشعبي ل 22 فبراير 2019، حيث لعب الشباب دورا محوريا لا يمكن إنكاره، كما أظهر قدرة كبيرة على التعبئة السلمية ونضج غير متوقع حتى الآن. سيدي الوزير، في خضم الحراك الشعبي المبارك قررنا نحن الجمعيات الشبابية من عدة مناطق من الوطن التموقع كقوة اقتراح وتفكير، وهذا من خلال مبادرة أطلقناها سميت بالشباب يتحرك، وهي مبادرة مواطناتية تعمل وترافع من أجل مشاركة أفضل للشباب الجزائري في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات، سواء كان محليا أو مركزيا، بعيدا عن وضعيات المساعدة أو الانتظار والمشاهدة، وهذا لنكون فاعلين حقيقيين في هذه المشاركة. إن وضع وزارة الشباب والرياضة لمخطط وطني تشاركي للشباب لهي فرصة كبيرة للشباب ومنظماتهم من أجل المساهمة كفاعل رئيسي في ترجمة احتياجات الشباب وتطلعاتهم في سياسة عامة متكاملة ومتعددة القطاعات. سيدي الوزير،
إن إشراك الجمعيات الشبابية من قبل وزارة الشباب والرياضة كشريك استراتيجي في التشاور وصياغة وتنفيذ وتقييم المخطط الوطني للشباب هو نهج مبتكر وإيجابي نشجعه وننخرط فيه. وفي الواقع وخلال الأسابيع الأخيرة قمنا بنشاطات كثيرة، كما شاركنا في عمليات الاستشارات الحضورية والرقمية، بما في ذلك المنتدى الرقمي للشباب الجزائري بدعم ومرافقة من وزارة الشباب والرياضة. كل هذا من أجل إنتاج مساهمات للحركة الجمعوية الشبابية في مشاريع الإصلاح المختلفة التي أطلقها القطاع الشباب والدولة بشكل عام. سيدي الوزير، حددنا 10 محاور رئيسية من شأنها إنشاء إطار مؤسساتي مناسب لمشاركة حقيقية وفعالة للشباب في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. تم تجميع هذه المحاور 10 في وثيقة بعنوان الشباب محرك الجزائر الجديدة، وهي تمثل أول مساهمة لنا في المخطط الوطني للشباب في محوره المعنون بالمشاركة المواطناتية. فبالنسبة لنا هذه هي الإجراءات 10 الرئيسية لجعل الشباب فعلا محرك الجزائر الجديدة. أولا، المجلس الأعلى للشباب وفق طرق مبنية على قيم الديمقراطية والشفافية. خامسا، إدراج مشاركة الشباب في مواد قانون البلدية والمتعلقة بالآليات التشاركية. سادسا، وضع أحكام خاصة لتسهيل إنشاء وإدارة النوادي والجمعيات الشبابية. سابعا، إضفاء الطابع المؤسساتي على المجالس الاستشارية للشباب كآلية للتشاور المحلي. ثامنا، إصلاح إدارة وتسيير الهياكل والمنشآت الخاصة بالشباب. تاسعا، نشر برنامج تدريبي وطني لإعداد الشباب وبناء قدراتهم حول المشاركة. عاشرا وأخيرا، تعزيز قدرات الجماعات المحلية من خلال برنامج دعم وطني لإدماج عنصر الشباب. سيدي الوزير، إن النقاط 10 المدرجة في هذه الوثيقة هي بداية لفتح ورشة المشاركة الحقيقية والفعالة للشباب وتنفيذها مجتمعة، سيمكن حتما من تغيير المشهد الاجتماعي الجزائري جذريا. يندرج هذا اللقاء مع عينة من الجمعيات الشبانية من مختلف ولايات الوطن والمنضوية تحت مبادرة شارك في إطار سلسلة من المشاورات الرامية إلى إشراك الشباب في تصور وصياغة المخطط الوطني للشباب. لقد عرفت هذه المقاربة التشاركية التي تبنيناها نقلة نوعية بتأسيس المنتدى الرقمي للشباب الجزائري الأول من نوعه كفضاء للتشاور والتواصل مع الشباب والجمعيات الشبانية، كما يتوافق هذا المسعى تماما مع النقاش الثري حول مشروع التعديل الدستوري الذي يقترح ولأول مرة مادة جديدة وهي المادة 75 التي تنص صراحة على التزام الدولة بتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، وهو ما نعتبره مكسبا عظيما للشباب. قامت الجمعيات الشبابية لشبكة شارك بتقديم وثيقة مرافعة تحت عنوان الشباب محرك الجزائر الجديدة للسيد وزير الشباب والرياضة. تحتوي هذه الوثيقة على مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين مشاركة الشباب في الحياة العامة، التي تهدف كما قلت إلى تحسين وضعية الشباب في الحياة العامة وصنع القرار في الجزائر. وتندرج هذه المبادرة في إطار التحضير للمخطط الوطني للشباب الذي يعد أو الذي تعد فيه المنظمات الشبابية شريك استراتيجي لوزارة الشباب والرياضة في جميع مستوياته، من التشاور إلى الصياغة ثم التنفيذ وفي الأخير التقييم، حيث نسعى من خلال هذه المبادرة لإسماع وإيصال صوت الشباب الجزائري وترجمة احتياجاته وتطلعاته عبر مجتمع مدني شبابي يتموقع كقوة تفكير واقتراح وعمل ميداني، ويجعل من الشباب فاعل في التنمية المحلية ومحرك حقيقي للجزائر الجديدة. نحن الجمعيات الشبابية في شارك احنا كنا نعمل منذ عدة سنوات لي pour faire ce recueil تاع le plaidoyer. Aujourd'hui dans le cadre du plan national de la jeunesse initié par le ministre de la jeunesse et des sports,
nous a ouvert aujourd'hui une opportunité pour présenter ce plaidoyer et commencer un nouveau cadre de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et les organisations de jeunesse. Donc aujourd'hui, nous sommes très fiers et ravis d'ouvrir ce nouveau cadre de partenariat et d'être une nouvelle force de réflexion et force de proposition pour élaborer de nouvelles ères de collaboration entre les organisations de jeunesse et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour une meilleure participation de jeunes dans la vie publique, pour une meilleure contribution de la Nouvelle Algérie, de la jeunesse dans la Nouvelle Algérie. Et nous remercions le ministre de la Jeunesse et des Sports de nous avoir accueillis aujourd'hui, et ce n'est que le début vers la Nouvelle Algérie. Merci beaucoup. Merci.